أصحاب الحلوين، قبل ما تشوفوا الفيديو اشتركوا في القناة واعملوا لايك، لايك اللي سبقه لفوق. يلا يا بردوني يا اخويا علشان تنزل تركب التوك توك بتاعك وتشوف شغلك عليه. يلا يا اخويا انت عليك اقساط كتير ولسه ما سددتش حقه. يلا يا اخويا. ماشي يا ام اردوني، انا نازل اشوف شغلي، ولو ان الشغل على التوك توك متعب كتير بس انا لازم اعمل كده علشان اسد الاقساط اللي عليا. يلا ادعيلي يا ام اردوني. سلام عليكم. وعليكم السلام يا اخويا، الله يفتحها في وشك. توك 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 توك، اللي عايز يركب توك توك يلا انا فاضي. توك 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 توك، اللي عايزنا وصله توك توك. يا نهار ابيض، هو في ايه؟ انا بقالي كتير واقفه في الشمس لغايه لما الشمس كلت دماغي. هو مفيش توك توك اركبه؟ انا عايزه اروح السوق، انا اتاخرت كده على السوق. ايوه ده في توك توك جاي اهو. انا فاضي يا ست هانم، تعالي اركبي يلا، عايزين اوصلك على فين. انا هروح يا اخويا لاول السوق علشان اجيب شويه طلبات كده، وبعدين هتوديني المدرسه بتاعت ابني علشان جوزي وابني مستنييني هناك. ماشي يا اخويا. يعني هتروحي مشوارين؟ طب اركبي يلا، اركبي يلا يا ابله، خلصي بسرعه علشان وقت انا مش فاضي. ده ايه الاستباحه اللي ما يعلم بها الا ربنا دي؟ هو يا اخويا صغير قوي كده ليه؟ انا مش عارف اركب يا اخويا، ده انا نص جوه ونص التاني بره، انا خايفه اقع. مش عارف تجيب توك توك كبير شويه؟ التوك توك ولا صغير برضه؟ ولا انت اللي حجم عائلي؟ يا ساتر يا رب، زباين اخر زمن. انا مش عارف انا همشي بيك ازاي، انا خايف امشي التوك توك ينفجر. يا اخويا خلص كده وبطل تلوك علشان انت هتاخرني، انا هتاخر كده على السوق وجوزي هيقلق عليا. يلا يا اخويا امشي. يلا يلا يا اخويا. بقولك ايه يا اخويا، على بال ما انا نقي الطلبات بتاعتي، خد التوك توك بتاعك ولف بيه يا اخويا كده واركنه في حته بعيده عن العربيات، وانا هجيب الطلبات بتاعتي وهجيلك على طول، انا مش هتاخر. يلا يا اخويا توكل على الله. ماشي يا ستي، بس خلصي بسرعة بقى علشان اشوف المشاوير اللي ورايا. ده ايه الاستباحة اللي ما يعلم بها الا ربنا دي؟ استرها يا رب معانا، استرها يا رب معانا. بقولك ايه يا اخويا، هاتلي البطتين الحلوين دول وحطلي معاهم كورنباية حلوة كده زيك، اصل انا يا اخويا جوزي يحب اوي اكلة المحشي بالبط. يلا يا اخويا بسرعة علشان مستعجلة. يلا يا اخويا ربنا يرزقك. طب انت يا فندم هتشيل الكرنباية ازاي والبطتين؟ حطلي يا اخويا الكرنباية مع البطتين ومالكش دعوة، انا هشيل القفص مرة واحدة. حاضر حاضر يا ست هانم، بألف هنا وشفا يا ست هانم. هو ايه اللي انت جايباه ده يا ست انتي؟ الحمولة كده زادت اوي على التوك توك، مش هينفع كده يا ست انتي. مش كفاية انت على التوك توك، هيبقى انت والبط والكرومبة كمان كده كتير اوي على التوك توك. التوك توك مش هيستحمل ده كله. يا اخويا مش هيحصل حاجة للتوك توك ما تخافش، وبعدين ده البطتين والكرومبة خفاف خالص، خط الريشة زي كده بالظبط. ما تخافش يا اخويا، يلا بقى ودينا عند جوزة علشان كده هنتأخر عليه، وديني عند المدرسة. يلا الله يستر طريقك. ده ايه الشغلانة اللي ما يعلم بيها الا ربنا دي؟ انا بفكر ابيع التوك توك ده وما عنتش اشتغل الشغلانة دي تاني، اعمل ايه؟ امري الى الله. ادي البط بتاعك يا ستي، هشيله واحطه فين بس؟ اشيلك اوديك فين؟ هحطك فوق التوك توك وخلاص، وربنا يسترها، ربنا يستر طريقنا. يلا يا ستي لف واركبي بقى، خلينا نخلص من المشوار ده. يلا يا ستي بسرعة. حاضر يا اخويا، ما تكشش كده بالراحة على نفسك. يا سواق يا شاطر ودينا القناطر، يا سواق يا شاطر ودينا القناطر. يا سيد سيد يا سيد سيد يا سيد، يا سواق يا شاطر ودينا القناطر. وسيد يا سيد سيد يا سيد. اقعدي بقى ساكتة يا ست انتي، احنا كده هناخد مخالفة. بطلي يا ست دوشة قلتلك. في يا اخويا يا ساتر يا رب، ولا مخالفة ولا
أمك اتأخرت كده ليه يا ولد؟ بقالنا ساعتين واقفين في الشمس، بس لما تجيلي حاضر. اشحال انها راكبة توك توك، امال لو كانت جت ماشي كانت عملت ايه؟ زمانها جاية يا بابا، وبعدين انا سامع صوت توك توك جاي من بعيد اهو. جت يا بابا اهي. ماما جت. انت اتأخرت كده ليه يا ست هانم؟ بقالنا كتير مستنيينك. وبعدين ايه التوك توك الصغير اللي انت جايباه ده؟ التوك توك ده مش هياخدنا كلنا. انت جايبة توك توك كحيان كده ليه؟ مش عارفة تنقي توك توك كبير شوية؟ يا اخوي اسكت وما تتكلمش كده، اصل السواق ده خلقه ضيق قوي. يلا يا اخويا، يلا انت والولا تعالى اركبوا بسرعة. يلا يركبوا فين يا ست انتي؟ مفيش مكان ليهم. مش كفاية انتي والبطتين بتوعك؟ ايه الشغلانة اللي ما يعلم بيها الا ربنا دي؟ ما هي الاستباحة باينة من اولها. يا اخويا ما تخافش على التوك توك، هنديك الفلوس اللي انت عايزها. يلا يا اخويا امشي. يلا يا ابني تعالى اركب. يلا يلا يا راجلي، يلا يا راجلي تعالى اركب يلا عشان ما نتأخرش. هات الواد ويلا. حاضر حاضر، يلا يا ابني علشان تركب. انا هركب ورا جنب مامتك، وانت اركب قدام جنب السواق علشان مفيش مكان ليك ورا. يلا يا ابني بسرعة يلا. الله، هركب جنب السواق يا بابا. انا بحب اركب قدام خالص عشان اتفرج على العربيات من قدام كويس. يلا بينا. هات يا حبيبي الشنطة دي بدل ما هي لخمتة علشان تعرف تركب جنب السواق كويس. هات يا اخويا الشنطة دي. يلا يلا يا حبيبي امسك كويس بقى علشان ما تقعش. وانت يا عم السواق امشي براحة على مهلك علشان الولا ما يقعش. يلا اطلع بينا بقى يلا. حاضر حاضر، ربنا يسترها من المشوار ده. ماما ماما، هو انا ينفع اعمل افي في التوك توك يا ماما؟ عايز اعمل افي. خد راحتك يا حبيبي، اعمل افي زي ما انت عايز. اعتبر السواق زي باباك بالظبط. الله يقرفكوا يا زباين يا معفنين، ده ايه القرف اللي على الصبح ده؟ ده انا اخر مرة اطلع بالتوك توك، اول ما هروح اشوف له اي بيع. ريحة معفنة. ده رأيي يا اخويا، ما تستحملنا شوية لغاية ما نوصل مشوارنا. وبعدين يا اخويا من ساعة ما ركبت وانا شم ريحة شياط. الشياط ده جاي منين؟ ايه ده يا ساتر يا رب؟ الحقونا يا ناس، التوك توك بيولع بينا. انزل يا ابني انزل بسرعة، ده توك توك خربان. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، اللاجة الفرقع بتاع التوك توك خربتوا بيتي. الله يخرب بيوتكو. انا هوريكو، انا هوريكو، مش هسيبكو النهاردة. هما مين دول اللي انت هتوريهم؟ انا اللي هوريك. مش كفاية صابرين عليك من ساعة ما ركبنا معاك وانت عارفنا بتوكتوكك؟ طب انا هوريك، تعالى بقى خد العلقة دي. خد خد في دماغك، خد. اي اي اي، خد انت، خد انت في دماغك، خد. اي 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 اي، خلاص ده انت ايدك تقيلة قوي. السواق ده ايده تقيلة قوي. يلا نجري بسرعة. يا الله يلا نمشي. اصحابي الحلوين، لو عجبكم الفيديو بتاعنا النهاردة ما تنسوش تشتركوا في قناة حواديت فراشة توتي. وما تنسوش كمان يا حلوين تعملوا لايك الاصبع الفوق. مع السلامة يا حلوين.